السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم او قبل شوي ابل اعلنت عن برنامج استبدال شاشات الايفون 11 الايفون 11 المصنوع السنة اللي راحت. في مشاكل اعلنت عنها ابل، قالت ان الاجهزة اللي مصنوعة من نوفمبر يعني من شهر 11 2019 الين مي شهر 5 2020، هذه الاشهر فيها مشاكل، بعض الاشخاص يتواجهون في اللمس بسبب التصنيع. فأبل الآن إذا جهازك متأثر من ذا الشيء تروح حق أقرب محل صيانة معتمد من أبل يبدلك جهازك. كيف تعرف إذا جهازك داخل البرنامج حق أبل حق الاستبدال؟ إذا جهازك متأثر خلاص راح حق أقرب محل صيانة حق أبل يبدل جهازك مجانا. إذا ما تدري أنت، عندك لينك راح أحطه تحت من موقع أبل، تحط السيرة النمبر حق جهازك ويقول لك الجهاز حقك هذا أوكي داخل البرنامج، تعال بدله. كيف تعرف؟ كيف تطلع سيري نمبر حق جهازك؟ تخش الإعدادات في الجهاز حقك في الآيفون 11، تخش الإعدادات عام حول 5 خيار تقريبا مكتوب عليه سيري نمبر، تنسخه، تضغط عليه فترة يجي لك نسخ، تفتح الموقع مثل ما قلت لكم الرابط اللي تحت، تحط لصق. إذا قال لك الموقع خلاص الجهاز حقك يبي له استبدال، تروح حق أقرب محل صيانة حق قبل، ضمان يعني محل مضمون رسمي من أبل يبدلك جهازك. بس البرنامج كله حق الايفون 11، في مشاكل في اللمس من ما قلت لكم، ما في شيء حق الايفون 12 ولا 11 برو ولا 11 برو ماكس. اوكي، ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، اشترك في حسابي سناب شات، شرف ضباطكم، وعمل لك المقطع ونشر المقطع، ولا تنسوني بفضل دعائكم. السلام عليكم.